خالص التعازي من نهارك سعيد ومن نايل لايف ومن الإعلام المصري كله لشهداء أول امبارح من الجيش أو من أقباط مصر. حضراتكم زي ما قلت في الأول، لو سألنا سؤال لأي حد في جمهورية مصر العربية، لو سألنا الجيش إيه رأيك في اللي حصل ده؟ هقول لك طبعا مش عاجبني. لو سألت الأقباط ايه رايكم في اللي حصل ده، هيقول لك طبعا مش عاجبني، مع العلم ان في قساوسه كانوا بيحموا عسكري قدام عينيا من الناس اللي بتضرب العساكر. لو سالت الاخوان المسلمين عاجبكم اللي حصل ده، هيقول لك لا. لو سالت السلفيين عاجبكم اللي حصل ده، هيقول لك لا، مع العلم ان في بعض السلفيين نزلوا في بعض المحافظات، كانوا نازلين جنب اقباط مصر عايزين يحموا الكنائس من اي مشكله. لو سألت أي حد صغير أو كبير عجبك اللي حصل ده، هيقول لك لا. أمال مين بقى اللي عاجبه؟ مين اللي عايز يبقى فيه كده؟ مين اللي حابب إن يبقى فيه مشاكل؟ أكيد لو سألنا إسرائيل عجبك اللي حصل ده، أكيد هتبقى مبسوطة. أكيد لو سألنا الناس الفلول زي ما بيقولوا عليهم، طبعا أكيد هيبقوا مبسوطين. بس هل هم؟ سؤال أكيد التحقيقات هي اللي هترد عليه. لكن إحنا برضو عندنا مشكلة، إن إحنا بندي الفرصة للناس اللي عايزة تعمل كده أو يحصل كده، إن هيعرفوا يخشوا ويوصلونا لكده. يعني إيه؟ يعني إحنا ما حلناش ليه مشاكل الأقباط من قبل 25 يناير وبعد 25 يناير. القانون اللي احنا بننادي بتوحيد البنى الكنائس والجوامع من قبل 25 يناير، وحعرف من دي في دلوقتي الكلام ده كان بيتقال من امتى، وبعد 25 يناير. التمييز في الشغل ولا خاص بأقباط مصر، والمطالب الكتيرة اللي أقباط مصر بتطلبها ومن حقهم إذا كان في مجلس الشعب أو. يعني احنا ما بنتحركش غير لما تحصل مصيبه. معايا ضيفي النهارده هنتكلم في هذا الموضوع، وهو الدكتور سمير غطاس، رئيس مركز مقدس ومنتدى الشرق الاوسط. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ اشرف. والمفروض ان شاء الله ان احنا هينضم الينا الكاتبه والصحفيه فريده الشباشي بعد قليل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بك. انا سالت سؤال من شويه وقلت مين اللي مبسوط باللي حصل ده، تفتكر مين؟ يعني أنا الحقيقة مش عايز أجاوب على القصة دي مباشرة، لأنه من الواضح أنه كل من يضمر الشر لمصر، نعم، كل من لا يريد لها الخير يمكن أن يستفيد من هذا الحدث. لكن خلينا نكون نتكلم بأكثر صراحة، لأنه ما حصل قبل يومين في مصر هو حدث مفصلي في تاريخ مصر، لا يجب أن يمر كما مرت حوادث سابقة. نعم. على الأقل احتراما لدماء يعني أكثر من 30 شهيد، نعم، وأكثر من 300 جريح سقطوا في هذا اليوم الحزين على مصر كلها. نعم. على الأقل علينا أن نحترم هذه الدماء التي سالت في هذا اليوم، ونعتبر أن ما حدث ليس حدثا عابرا كغيره، لأنه للأسف الشديد حتى الآن لم يرتقي مستوى معالجة هذا الحدث المفصلي التاريخي الذي سيفصل ما بين ما قبل وما بين بعده إلا بالطرق القديمة. وهقول إزاي. السؤال الأولاني اللي حضرتك طرحته ده بيتحدث عن نظرية مؤامرة، وللأسف الشديد طلع علينا السيد رئيس الوزراء وآخرين وحتى من الكنيسة القبطية تحدثوا عن نظرية المؤامرة. وهذه النظرية أنا بسمعها على الأقل من 52 سنة. صحيح. طول الوقت في عناصر مندسة. طول الوقت في عناصر مندسة في داخل أعمال تبدو كبيرة. حتى ثورة 25 يناير قيل في البداية أنه هناك عناصر مندسة داخلها. وبالتالي فهناك نظرية دائما أن هناك طرفا ما، أحيانا يبقى الصهيونية، الإمبريالية العالمية، قوة خارجية، فلول إلى آخره، هي التي تحرك الأحداث. تمام. نلقي عليها المسؤولية ونغمض أعيننا عن المسؤول الحقيقي، فيتكرر الحدث ليفضح كذبنا. تمام. لأنه ليس صحيحا
أن المسؤولية تقع فقط على أطراف خارجية يمكن أن تستفيد من هذا الحدث. نعم. مسألة ثانية أن احنا طول الوقت نشكل لجان للتحقيق ولجان لتقصي الحقائق رغم أن هذا الحدث ليس حدثا فريدا ولا حدثا وحيدا. يمكن أن نقول أنه زي ما واحد لا قدر الله تصدمه سيارة فحصلت له حادثة في حياته، لا، ده حدث بيتكرر، بيتكرر ما قبل 25 يناير ويتكرر بمعدلات أعلى وبشكل أكثر حدة وفظاعة ودموية ما قبل 25 يناير. وبالتالي فنحن أمام ظاهرة لا يجب معالجتها ولا يمكن معالجتها بأن احنا ندور على عدو وهمي أو شخص وهمي أو هيئة ما وهمية ممكن تكون، وأنا لا أستبعد على الإطلاق أنه في قوى تستفيد، تؤجج، تسعر، تصعد، لكن الحدث هناك يجب أن نبحث داخلنا عن مكونات حدث ظاهرة تتكرر بانتظام. بس حضرتك برضو في وسط كلامك دلوقتي قلت لي انه في ناس بتحاول ان هي تحرض اذا كان بالتأكيد. من الجانب ده او من الجانب بالتأكيد. ده الجانب اللي هو قصدي او الجانب المسلم. نعم، حدث يبدأ كحدث طبيعي، اعتصام او سلمي او مطالبة بمطالب عادلة او فئوية او غيره، وفجأة يتحول هذا الحدث إلى صدام مروع. هذا الصدام كان أكثر من أي صدام سابق. عظيم. لأنه لأول مرة الجيش المصري الذي يكن له الشعب المصري كل الاحترام والتقدير نتيجة دور الوطني العتيد التاريخي يصطدم مع متظاهرين ويقتل في هذا الحدث أكثر من 30 شهيد كما ذكرت، ويجرح 325 وربما أكثر من المتظاهرين. وبالتالي فهو ليس حدث عابر، ليس نعم. حدث استثنائي، نعم. لكنه ظاهرة كما أشرت تتكرر بانتظام. لو عدينا هنلاقي في الأحداث السابقة، يعني أنا ذاكرتي لا تسعفني، لكن في مبابة وقبلها في عدة حوادث وآخرها كان حادثة بس المرة دي التصعيد حضرتك ما بين مصري قبطي وما بين جيش. نعم. معن الأقباط جم قبل كده 300 مرة قدام ماسبيرو، نعم. وبيطالبوا بحقوقهم اللي هي حقوقهم الحقيقية المفروض ان احنا اخيرا هنبتدي نحققها او نبتدي نفكر فيها اخيرا. طيب، وفي نفس الوقت الناحية التانية وجم وعملوا مظاهرات قبل كده وما كانش فيه اي مشكلة، وفي نفس الوقت برضو الجيش اللي احنا شايفينه من ايام 25 يناير جنب الثورة وما عندوش اي مشكلة ان هو يقف قدام او جنب اي مصري عشان يوصل لحقه، نعم، أو بمعنى أصح عشان نعدي المرحلة دي. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل، أنا مش عايز أقف عند اللي حصل لأنه اللي حصل فيه كتير من العوامل. أول عامل فيها أن مظاهرة سلمية للأسف الشديد بيخرج علينا الإعلام المصري الرسمي ويحط منشط أو يحط في الـ أو تطلع مذيعة تهيب بالجماهير المصرية الدفاع عن الجيش المصري من هجمة من الأقباط على الجيش المصري. أستاذ سمير، حضرتك اللي حصل لو هي دي الغلطة فعلا، لا لا مش هي دي بس، لا لازم بس أنا هستأذنك بس أنا ما بدافعش ولا مع ولا ضد، إنما أنا واحد مصري يهمني المصريين صحيح. يعيشوا في سلام وبلدي تتقدم. اللي حصل لو هو اللي حصل ده وأنا فعلا قريته إنه إن اللي كانوا بيموتوا من الجيش مش من الأقباط، وده شفته على الشاشة، إنما ما شفتش المذيعة. أوكي، ولكن اللي حصل ده بعد ما حصل الضرب. نعم. انا عايز اقف قبل ما يحصل الضرب. نعم. هو حصل ايه عشان يحصل ضرب؟ حصل ايه؟ لازم نرجع للمشكله، يعني مش الجزئيات، المشكله انه مين ضرب مين الاول. لازم نقول انه سبب المشكله الاساسي هو في غياب الدوله المصريه. هرجعك لحادثه قبل دي باسبوع واحد، يوم 5 الشهر الماضي. نعم. يوم 5 حصل احتجاج سلمي ايضا من مجموعة من شباب الأقباط، وصلوا إلى ماسبيرو للتعبير عن احتجاجهم على ما حصل في الأقصر أو في أسوان. وهنرجع للحادثة دي عشان باستمرار نمسك حجر الزاوية الأساسي، وهو دور الدولة الغائب الذي يسمح لقوة أن تأخذ القانون بيدها. يوم 5 في الشهر حصل أنه قوات الأمن قامت بدورها ربما بشكل شوية تعسفي، ألقت بالبطاطين في النيل، وفي شاب موجود على اليوتيوب، الجميع شافوا اليوتيوب ده، يسحل على الأرض ويضرب وهو عايش حتى الآن، وكرم قبل أيام قليلة.
وصورة اليوتيوب والصور اللي التقطت لي واضحة تماما. لو أن الدولة ممثلة في الجيش الآن مؤسسة العسكرية حاكمت الضابط الذي نكل بمواطن مصري بصرف النظر عن دين المواطن ده واسمه وشكله ولونه، عظيم. هو مواطن مصري تم التنكيل به من قبل قوات أمنية، تمام، جاي يتظاهر مش جاي يتظاهر لكن جرى التنكيل به. لو أنه الدولة قامت بواجبها المنوط بها وهو محاكمة الأشخاص الذين نكلوا بمواطن مصري، لما كان حصل ما حصل. وهرجع تاني أقول أنا الدولة، بدون قطع كلامك دكتور سمير، حضرتك تكملة للي حضرتك بتقوله أنه مش بس قدام ماسبيرو والبطانية والشخص اللي رموه في النهر، ما هو كان بيحصل ده بضرد وفي ميدان التحرير لما كانوا بيحاولوا أن هم يفضوا الاعتصام عشان الحياة تمشي. نعم، لا يوجد استخدام مفرط للقوة بحق المواطنين ولا يوجد أحد فوق القانون. إذا صح، ما احنا نرجع نناقش المسألة في إطارها، تمام، الأوسع، تمام، مش في الإطار الضيق. لجنة تقصي حقائق هتقول أنا غلطان ولا أنت غلطان، دي مسألة هنتركها للقضاء وليس للجنة تقصي حقائق. نعم، لأنه إذا أردت أن تقتل قضية فشكل لها لجنة تقصي حقائق لتموت وحدها. طب أنا هستأذنك سؤال صغير قوي. فضل. حضرتك أكيد متابع الأحداث أكتر مني. نعم، وأكتر من كثيرين. إحنا أحداث كتيرة بتحصل مع أقباط، وأحداث كتيرة بتحصل للأسف خاصة بالكنائس، وعلى مر الفترة اللي فاتت دي من يوم 25 يناير وقبل طبعا 25 يناير كتير، لأنه أصلنا في ناس عمالة تقول كده كلام إنه إيه لو هو حسني مبارك موجود دلوقتي يعني ما كانش هيحصل ده. لا كان في أحداث بتحصل قبل 25 يناير كتير، أيام الكشف والقديسين في السندرية وعشرات الحوادث. أرجع تاني، هو هل احنا وصلنا لحقيقة من الحقائق اذا كان في تقصي حقائق او لجنة تقصي حقائق، مع احترامي طبعا لتقصي الحقائق ومع احترامي طبعا للتحقيقات، هل وصلنا لمين اللي كان بيعمل كده؟ لا، في اي حالة من الحالات. ما هذا اللي ادى الى تراكم المشكلة. احنا قلنا انها ظاهرة. كنيسة القديسين متهم فيها عدة اشخاص منهم وزير الداخلية السابق. نعم، هناك أقاويل. حتى الآن لم نعرف من المسؤول عن هذه الجريمة. كويس. كنيسة الكشح في أيام حسني مبارك أيضا لم يدان أحد ولم تشكل أي لجنة لمعرفة من المسؤول. نعم، العياط وعشرات من القضايا الأخرى التي لم يعرف من الجاني، تسجل ضد مجهول. هذه المسألة تؤدي إلى زيادة الشعور بالغبن، بأن هناك نوع من التمييز والاضطهاد لا يحاسب المسؤول عليه. لكن خلينا نطلع من قصة إن هم الأقباط ولا غير الأقباط. نعم، هي قصة الدولة المصرية، سيكون لنا نظام ودولة مصرية أو لا. نعم، المسألة أنه ممكن قبل لما نسترسل ضفتي جت أو ضفتنا جت، هستأذنكم بس نطلع لفاصل سريع جدا ونرجع تاني.